ونروح لأوضاع اللاجئين في الدول العربية. النهاردة بيعقد الاجتماع الثالث والأخير للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وده على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. الاجتماع ده بيأتي بدعوة مشتركة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون القانونية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ33، ملف مهم جدا. طبعا احنا بنتمنى انه يتم التوصل لطريقة مناسبة للتعامل معاه، علشان موضوع لاجئيننا موضوع مهم جدا جدا لكل جداً. البلاد مش لينا احنا بس كمصر، ويمكن مصر هي الدولة اللي بتفتح ذراعيها دايما لكل اخواتنا اللاجئين.